السلام عليكم البنات، كيراكم دايرين؟ ان شاء الله كاع تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. هذا الفيديو جواب بالنسبه للبنات اللي سقسوا على العنصريه في امريكا، اسكو كاين عنصريه في امريكا ولا لا. فانا نقول لكم البنات باللي امريكا ما فيهاش عنصريه بزاف، مش كما دول واحده اخرى. يعني امريكان برك تلقوا واحده في الالف تتنمروا عليها ولا تعرض العنصريه، قليل 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 ونشوفوا هكا فيديو تاع وحده تعرضت للعنصريه. ولكن هنايا يعني تمشي بحجابك، ناس راهم يسقسوا على الحجاب ثاني، يقول لك اسكو تي تمشي نورمال بحجابك ثم. انا نمشي بحجابي، نمشي بجلابه نورمال، جلابتي جلابه عادي بالجلابه خمار، ونلبس كي نبغي. وهنايا حريه، يعني اي انسان يلبس كي يبغي، يلبس التقاليد تاعو حتى ما يتعرضش كاع للتنمر عادي. الناس هنا خرجوا، كاين اللي خرجوا بالقفاطين، مش نقول لك بالقفاطين، خرجوا تجولوا في امريكا. يعني هنا حاجه عاديه انك تلبسي شا تبغي، تلبسي حجابك، تلبسي النقاب، تلبسي عادي، ما حتى واحد ما يهضر معك. لانه هنايا حاجه الاولى في القانون هي حريه، وحريه الدين، ممارسه الدين، وحريه يعني حريه اللباس، حريه الانسان. يعني الانسان هنا حر يدير كي يبغي. وبالنسبه يعني الحجاب انا نحكي لكم، في نيويورك مانهاتن لقيت لابوليس، لقيت شحال من خطا، نتلاقى مع بوليسيه امراه دايره حجاب ودايره كاسكيطه. حنا هذه ما عندناش حتى في بلادنا. تجي وحده تقول لي بلي في بلادنا، جيبوا لي وحده في البلاد داخله في لابوليس ولا داخله هكا يعني في الدوله هكا دايره كاسكيطه، اسكو دايره حجاب؟ ما دايرهش حجاب. حنا حجابيين قلع عنا وحده كي تدخل في لابوليس ولا تدخل في اي، تقلع الحجاب ودير كاسكيطه. هنا دير حجاب ودير كاسكيطه، هذه هي بلد الكفار اللي يقولوا عليها بلد الكفار. شوفوا العكس، بلد المسلمين لازم تقلع الحجاب وتدخل بوليسيه ولا، وبلد الكفار دير حجابها ودير الكاسكيطه. ايوا نتوما ميزو مليح مليح. بالنسبه عنصريه ما كاش البنات، انا جامي في حياتي ولا تعرضت للعنصريه ولا تعرضت كلمه مش مليحه، والحمد لله عمري ما نتعرض. شوفوا الانسان في هذا البلاد كي يطلع راكي دايره حجابك وقعدي بحجابك، تمشي وانتي رافعه راسك بحجابك. شوفي مشي يعني كي تلقي كيما نقولوا ماريكانيه ولا تلقي هكا تبدي كشو تقيمي فيهم ولا تطيحي من روحك ولا نو، القدام تكوني انتي اللي عند روحك، تبتسم معك ابتسمي معاها، ما ابتسمش ما تضحكيش معاها. لانه كاين واحد العنصريه البنات، كاين مش نقول لكم ما كاش، كاين شي ناس عنصريين خاصه كي يشوفوا وحده هكا، يشوفوها كيما نقولوا تقيمهم تضحك معاهم ولا دير كاش لي جاست، يحسوا باللي راهي كيما نقولوا تدلقلهم. فهذا ممكن في هذه اللحظه تعرض للعنصريه، كاين يعني ماشي بزاف بصح كاين واحد الفئه. ايوا على هذا دائما كي تطلعوا هنايا الملكه البنات اللي جايين هنايا جايين بحجابهم، قيمي روحك دائما وارفعي راسك واستعدي لهذا البلاد، استعدي للخدمه، استعدي لتحقيق النجاح، استعدي لتحقيق افكار تاعك لهم، عندك اهدافك اللي كي طالعه على جالهم. واذا كي طالعه عند راجلك استعدي للدار، استعدي لتربيه الاولاد، استعدي باش تقومي براجلك. يعني كل انسانه عندها اهداف تاعها تستعد لهم، خاصة هنا في هاد البلاد غادي تلقي روحك وحدك، ما غادي تلقي حتى واحد معاك، تلقي روحك وحدك، تلقي وحدك يعني في البيت، تلقي روحك وحدك تربية الأولاد، تلقي روحك وحدك مسؤولية. يعني لازم تستعدي مليح مليح، ما لي ساكنة مع أمها وساكنة مع أبوها ومع خواتاتها وتاكلي عليهم، نقولك حزي روحك قبل ما تجي الماركة تكلي على روحك باش هاكا تفوتيها غاية هنايا. أيا واش بغيت نقولكم ثاني البنات، كاين حاجة البنات بغيت نطرق لها، لي حاجة مهمة بزاف بزاف، هي تربية الأولاد. ربي ولادك، علميهم اللغة العربية، عمرك 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 ما تحشمي باللغة العربية. أنه وحدة خطرة وحدة والله العظيم حطت كومونتير في واحد الجروب، قالت لك بلي وحدة من قلتها على تهضري مع ولادك بالانجلي، قالت لها نحشم باش نهضر بالعربية. والله غير سي كراف سي كراف، أتأسف عليك يا بنت الناس، نتأسف لأي وحدة تحشم باش تهضر مع ولادها باللغه العربيه بالدارجه الجزائريه، لانه تحشم باللغه تاعها، تحشم بالاصل تاعها. ردوا بالكم البنات تحشموا، ردوا بالكم البنات تقولوا باللي ولادنا لازم نعلموهم لونغلي هي الاولى والعربيه سهل، لانه اذا ما علمتيهاش العربيه لولادك وعلمتيهم لونغلي ف
من بعد راكي غادي تحصلي فيهم، ما واش غادي يقولوا يعرفوا لونكلي العربيه، خاطش على هما غادي اصلا الطفل كي غادي يدخل يقرا غادي حتى اذا يكون زيرو ما يعرفش حتى يقول وان ولا يقول يس، غادي هو يعلمك لونكلي كي يدخل يقرا، غادي هو يولي يعلمك لونكلي، تولي عنده برونونسياسيون شابه، يولي يعرف يعني كيف كيما لي زاميريكا هنايا. فحزوا رواحكم علموا ولادكم العربيه، ولونكلي هي اللغه الثانيه مش اللغه الاولى. و يعني هذه اللي قالت انا نحشم بالعربيه نقولها نتاسف عليك بزاف، تاسف عليك انك كنتي تحشمي بالعربيه وتحشمي باصلك وتحشمي ببلادك، نتاسف على هنا شناوة كوريين، شناوة الهنودة، مكسيكان، اسبانيول، شوفوا من كل البلاد تلقوهم يهضروا مع ولادهم غير باللغه تاعهم، ما يهضروش بالانكلي، اللغه تاعهم يهضروا بها. والله لا شناوة يهضر شنوي، يهضر انا ديك خطره هنايا يهضر مع ولاده بالشنويه، ما يهضرش معاهم بالانكلي لانه هي لغه الاصل تاعه، ومن بعد الانكلي هي اللغه الثانيه. علموا ولادكم العربيه البنات، انه كاين شحال من وحده، كاين وحده نعقل ماشي جزائريه هي نظن مصريه، قالت كان يا بنتي وحده من بناتي وحده برك ما علمتهاش العربيه، شو هكا مش عارف ما كانش عندها الوقت باش تعلمها، معلمه كاع ولادها الا هذه، قالت لهم املا هذه قالت لهم هي الوحيده في ولادي اللي تعرف غير لونجلي وما تعرفش العربيه، ومن كبرت ما ولاش تصلي لانه ما تعرفش تقرا قران وما بغاش تتعلم، من بعد صاي جاتها صعيبه باش تتعلم العربيه. العربيه هي كش، كي تطلعي حبيبتي وتجيبي معاك ولاد ولا كي تزيدي هنايا علميهم، حضري معاهم نورما، انا بنتي نهضر معاها نورما بالدارجه، ونهضر معاها بالغرب، دارجه الغرب تاعي ماشي يقول لك دارجه الجزائريه، الغرب معلمتها تهضر بالعربيه، نقولها هضري عربيه هضري بالدارجه يعني، ومن بعد عاد سهل الحال، من بعد عاد لونجلي كي تدخل غادي تعلمها. يعني هي تفرج الكارتون تاع تفرج كارتون بلونجلي ونهضر معاها شي كلمات، ولكن معظم اللغه اللغه تاعها اللغه اللغه العربيه الجزائريه، والام هي اللي تربي مشي الاب، انه الام هي اللي قاعده مع ولادها معظم الوقت. فنتمنى ان شاء الله يا ربي لبناتي ياخذوا هذا الشيء بعين الاعتبار، ما يشقاش يصعبوها على ولادهم ساكين، هذاك ولاد ما يعرفوا والو. نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، ونكون نصحتكم، وان شاء الله نكون عطيتكم بوزيتيف فايب. البنات اللي طالعين الماريكان وبنات اللي خايفين من الحجاب، خايفين من الخدمه، نقول لك حجاب، ديري حجابك والخدمه كاينه، اللي بغيتيها تخدميها كيما راكي باغيه، حققي اهدافك حققي افكارك. ايوا ان شاء الله يعجبكم الفيديو البنات، ما تنسوش تخلوا اللايك، لايك ما تنسوش اللايك حبيباتي، خلوا لايك دعموا قناتي، ونولي من داك ندير لكم فيديو كيما هاك ونحكي لكم افكار كيما هادو، ونعطيكم ان شاء الله. قلت غادي نبدا نولي نمد لكم يعني معلومات على امريكا اكثر من داك لداك، ما نطولش عليكم. ايوا تهلاو لي بزاف في رواحكم، ما تنسوش اللايك، بارطاجوا القناه، ونقول لكم استودعتكم الله حبيباتي، ومع السلامه.